مشاهدي قناة ماراثون اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة جديدة من برنامجكم المشهد. بدأت منذ الأمس شركة البث بقطع بث المؤسسات الإعلامية الخاصة كإجراء طبيعي لعدم إيفائها بالتزاماتها المالية، وأثار الأمر بعض الجدل في الأوساط الشعبية وكذلك في الأوساط الإعلامية. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة كان له ردود فعله في سياق تداعيات هذا الموضوع أو هذا الإجراء. على أي حال، سنستضيف في حلقة هذا المساء من المشهد سيدة منتام منت المرابط، رئيس الدولي لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة. أهلا بك سيدتي. مرحبا بك. يعطيك العافية سيدتي. بداية، كيف استقبلتم هذا الإجراء إيقاف البث؟ أولا أنا شاكرتك رئيس الدولي. يعني كان متوقعا؟ لا، هي بعد قاعد نشكرك على الفرصة السعيدة اللي أول مرة يحصل لي الشرف العود مع بلاتو لقناة المرابط. شرف لنا سيدتي، يعطيك قناة عارف. الحقيقة محترمة وأدائها عالي جدا، وأنا من أشد معجبينها. وياك نرجعوا للموضوع، احنا استقبلناه ما كانت في مفاجأة بين اللي الموضوع ناشين احنا وحنا حاسين به، وفاتوا خلقوا فيه اتجاهات واحدين هما هي عبارة عن تراكمات احنا نعرفوهم وعالمين بيهم، وهما حكما من مايو 2016 لبعد الملف التالي هما يطالبوا به، خلقوا عدة مراسلات وخلقوا عدة لقاءات، وندي عنه شهر 6 مشاونا رسالة فيها مهلة انهم لا يقطعوا البث، وطلبناهم على انهم ذاك الاجراء اللي تأجيل مثلا تأجيل، يعني هما في حقهم، هم في حقهم، هم الطالبين مستحق لهم، ونحن ما نبين عنه يا غير ظروفهم هم اللي قدمونا على انهم عندهم هم اللي زادهم هذا القدر من الالتزامات فيهم قاع شي مستعجل كي صيانه المحطه وشي تكيفتهم عنهم يختاروا اللي ذيك النسبه بعد اللي طالبين مستحق. وعلى حد علمي كان هناك اتفاق بينكم او تفاهم ينص على بعض التسهيلات لكم نتيجه لتفاهم ظروفكم، يعني هذه ايضا تعدى اجلها. شوف، هو قضيه فيها جانبين، يلا يعودوا واضحين للناس كاملين. فيها جانب مؤسسه عندها عقد عمل مع مؤسسه اخرى، وبما ذاك اللي نص عليه عقد العمل بالمقابل اللي بينهم الاثنين، يلا كلهم يوفي بذاك اللي ذاك اللي شور. هذا قانونا واضح ومهنيا واضح، ما فيش الدخبه. وقد يعود هو اللي لو كنا متعاملين مثلا مع شركة بث أجنبية، ما هم لا هي يتخطوا فينا نهار واحد كاع ولا اثنين ولا شيء يسوى وشنو. هاي غير مؤسسة تدائم، لا ينوفي لك، لا ينوفي لك، لا يشبه وضع المؤسسات. شفت هذه المؤسسة؟ لا، ما شفت مؤسسة ما تخرص عادة وضع، تعرف ان حد عاد قبل، انا قال حد قبل التزام، معناه انه قد يعدلوا، لما قد يعدلوا ويجاوب عن ذاك يقير فعلا الواقع. انا احنا هون مختلف. شركه البث تدائم شركه فتحتها الدوله، فتحتها لتسهيل خدمه البث لقطاع السمع البصري الخاص وقطاع السمع البصري عموما والتقريب الخدمه. وكانت فعلا كل مره يعني مؤسسه الشركه تقول انها تختار الا مؤسسات يودوا اكثر تعاون والله شيء كيفته، تجي فهم اراده من الدوله على انهم لا يكايس معاهم، بهم اللي ما زالت تجربه وليده، وبهم اللي فهم ذيك الاراده على ان القطاع يتم مستمر. هذا في غياب حل جذري، في غياب مثلا نقاط واضحه تعود إما إمكانية دخل مستدام يفتح بها سوق الإعلان هنا تياه، إما دعم مباشر خاص من الدولة على الأقل فيما يعني مستحقات البث. الحلول الأفكار ياسرة، وإحنا مازلنا وراك ندارسوهم. لا يتم دائما فما لا يتم شركة البث ما داخل هالشي، ولا يتم إحنا ما عندنا شيء مولينا. من درايا كان القطاع كامل يلا يمشي ضحية؟ لا أظن، ما الله اللي نفهم حد، لا الدولة ولا نحن ولا شركة البث، فينا حد يختار نلحقوا ليك طريق مسدود، ترجو ليك طريق إيه ذاك طريق مسدود، ولا فهم ما فهم قايل حد فيه سوى هو منه. ثانيا احنا مولي كقطاع
عنصر فعال في اللي قال المشهد الديمقراطي طيب الموريتاني. دعينا لا نبتعد كثيرا عن بعض النقاط الأساسية. يعني أيه. هو هذا الإجراء على أي حال وواضح من كلامك وواضح يعني لأي لا متابع أنه إجراء طبيعي الإجراء يبدو طبيعيا. الإجراء أنتم وقعتم دفتر لمجموعة من الالتزامات من ضمنها من بينها رسوم متعلقة بشركة البث وكل ما طلبه أمر الإشعار، لكن لم تكونوا تدفعونها بانتظام. لما لم تكونوا تدفعونها بانتظام أصلا؟ ما قضية البث حتى لا تتراكم قضية رسوم البث ما شاركها شيء لدفتر الالتزامات. ما شاركهم شيء دفتر الالتزامات. يعني ممارسه نحن اللي قالوا النشاط الاعلامي هون المحتوى مشترطين علينا فيهم من نعود مرآة للتعدديه الموريتانيه، لان نعود منبر مثلا لجميع الاطياف الموريتانيه مثلا هذا معروفه. إيه هذا ما شاركوا الشيء الا طيب شارك الرسوم تاتي وفق قانون على اي حال. على كل حال شفتيك الرسوم خدمه شارتها مؤسسه من عند مؤسسه مقابل مادي، هذا احنا ما لنا مختلفين عليه. طيب لما لم تكونوا تدفعونها بانتظام؟ لم نكن ندفعها بانتظام بين اللي القطاع الى ضرك مازال يواجه قدر من الصعوبات اللي لين نبدأ ضرك في سردهم لا هنا وكل وقت البرنامج المشاهد. ناخذ الاهم يعني في العجاله يعني شفت الاهم اللي قالوا مؤسسات تلفزيونات والاذاعات فتحوا في هذا البلد ما فات خلقت إن ما تخلق أساس للقطاع ذا كيفته. أولا السوق ما فات عاد سوق جاهز للتعامل مع الإعلام أساسا. ما هو قاعد دعمه شفت هو ملي نيتو المؤسسة التجارية لو كانت في سوق عادي وفي وسط عادي وذا كامل طبيعي تعود قاع هي كفيلة هي بقى. كفيلة بترفد راسها وكفيلة وسوق حر ملي وتعود المنافسة على العكس المنافسة من بين المؤسسات لا تعود لصالح السوق من نفسه وصالح الخدمة وترفع من شأن كل واحدة منهم وترفع منها ماديا ملي كيف معنويا غير السوق هون مازال بعد قاع كولتيرال مازال ثقافيا ما فات عاد قاع متقبل فكرة الإعلان ومنافسة من بعض القنوات رؤيتهم ما هي نفسها للتعامل التجاري وبالتالي ما قد يخلق سوق على أسس واضحة. يعني بهذا تدرين نقطة في عدم انسجام بين المؤسسات نفسها؟ لا 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 أبدا في التسيير في سياسة التسيير أبداً في سياسة أبداً التعامل كمؤسسات تشتغل في قطاع واحد ما قط من ساعة نفتح خلق أي شيء يسوى هو شنو قد تجبر منه عدم انسجام ولا قد عاد ويكون وأكبر دليل عليها الاتحاد اللي احنا فيه ما أهله دائما طريقهم واحدة ونشتغلوا عليها لا ذاك اللي ظهر الأغلبية لا يا غير شفت هي كل مؤسسة داخليا وهذا مولي نظامنا اللي الاتحاد يشتغل على النقاط اللي نشتركوا فيها كاملي يا غير بدون المساس بسياسة داخلية المؤسسة ولا سياسة التجارية طبيعي يعني استقلالية ايه قاع ما هو. طيب ما الذي تنوون فعله إزاء الإجراءات التي تعمل عليها شركة البث الآن التي تؤكد طبعا على جودة خدماتها التي تقدم؟ خارجة كلمة بلولوفية دقيقة في جواب غير ما نعرف كانك لي تنزلها عن قولوا الكور عن انياك بخيلة معناها قلة الحيلة شفت إلينا ننظر لهذه النقطة وتوف ونحاول نتجاوزها هي وتوف بصفة ظرفية ما لا عطرش إلينا نطلب وتوف من الدولة لأنها تتوسط لنا في شركة البث تخطينا مولي كيف اللي قد تخلق في السابق ويتراكم مولي الديون ما عطرش إلينا الصبح تصبح عاجزة شركة البث لأنها تأدي لنا احنا الخدمة ما أدرش ذا كامل لا يتم طريق مسدود. طيب. نحن على مستوى الاتحاد قلنا على رب ضارة نافعة ومساعة خلقت القضية اللي احنا في بلد مجتمعين ونفكروا أولا خارج بيان صغناه ودوري وخاص إن شاء الله الصبح للرأي العام فيه موقفنا ورؤيتنا للقضية كاملة يقير ذا اللي اشتغلنا عليه ياك نعودوا إيجابيين قلنا لنا لا ينفكروا في نشتغلوا على مذكرة تعود فيها نقاط واضحة تعود فيها مقترحات حلول نهائية وجذرية
ومقترحين فيه مثلا، معتبرين فيها شركة البث، ومعتبرين فيها الحكومة الموريتانية، ومعتبرين فيها المعلنين شركاء، معتبرين فيهم اللي السلطة العليا للسمعيات البصرية، معتبرينهم شركاء. نتخموا دارك في شيء لهنا احنا كاملين لتعاوننا، نعود ونفتحوا الطريق بصفة نهائية وبصفة ما تلا فيها حد لا هي يغبى حد ولا تلا فيها هم اللي تراكمات يقدوا يخلقوا والله عجز كيف اللي احنا فيها دارك. ثم في النهاية شركة البث يعني هي مؤسسة رسمية وتعمل، المبالغ أصلا التي تدفع أو الرسوم التي تدفع أصلا يعني هل حجمها كبير صغير متوسط ومعقول؟ معقول معقول به اللي به اللي شوف، لأن قبلها مقارنة مع الاشتراك لو كانت كل مؤسسة منها وحدها عدلتها على نفس القمر الصناعي على نفس الخدمة، معناها خدمة المباشر والخدمة اللي قريب إلى آخره، لا يعود الفرق هائل، لا يعود الفرق هائل. ثانيا كيف تعرف خارج ياسر متساهلة ما كنا لها نجبروه قطعا، لو لم تكون هناك مؤسسة وطنية عندها إرادة معينة والله توجه توجيهات معينة على أنها تتافق هذا المسار. إذن هي في الأساس بين يوقف على كرعه. إذن هي في الأساس بنت تعاملها معكم على أساس تسهيلات تفهم وضعكم. إيه طبعا خارجة نقطة أخرى، في بداية المشوار له قالوا لنا على أنها خلقت هذا ذيك الساعة، قال قاع في ملتقيات عامة على أن الرؤية كانت على أن هاي شركة البث تميتشاليزي، معناها تجمع تكاليف كامل ياك تعود أخف على كل حد وحده. واحدة الثانية على أن الدولة على أن كان منتظر على أنها لا تقبل نسبة من ذوك التكاليف وتعود هي اللي تخلصهم. أعطاونا ذيك الساعة مثال المطبعة الوطنية، ذاك الملف احنا عينا نقوموا فيه مرات لين يخلق ضغط، وعينا نحن الصا ملي لما ياكل بال عبد منه، عينا نحن ملينا ما نواصلوا لين تخلق فترة راحة وفترة ما فيها الضغوطات وذا الشيء، ونعودوا كيف قلت لك تراكمات. طيب. يلا من ضرك اللي ياك تعود اللي خلق مفيد، وياك يعود ماشي اعتباطي ونعودوا ايجابيين، يلا من ضرك نبدأ في حلول حقيقية جذرية. هل تقدم الدولة الدعم للإعلام الوليد السمع البصري؟ الدعم تقول علاش تدعم هذا القطاع؟ هي الدولة أصلا رخصت وفتحت مجال وأتت بقوانين وفتحت مجال للوضع السمع البصري. شفت الدعم اللي تعود تقول لا دعم مادي الوليد، وهي دولة على دراية تامة بالساحة التي موريتانيا وأوضاعها وسوق الإعلام والأفكار، يعني ما دامت لها رغبة حقيقية في إيجاد إعلام هذا يعني أنها ستبدأ في البداية تدعم هذا الإعلام وتسير معه. لا أنت شفت اللي أنا تعود الدعم عينك عليه مبالغ مادية موخضة ياك تعود قايسة الإعلام السمعي البصري اكسترا. الدولة خالق صندوق دعم كانت مقدرة للصحافة كاملة، ولين تدخل فيها طراد القطاع عاد مشمول بذاك صندوق الدعم، وإحنا كاتحاد فتنجبرنا مسؤولين على مستويات كبار إلى الوزير الأول، وطرحنا عليهم قدر من القضايا وعبرونا هم ملي عن تقبلهم الوضع، تقبلهم الصيفة ندرسوا كاملين فيها طريقة يقدوا يدعمونا بها. يا غير شفتهم ملي إلينا خرصوا على أن في مؤسسات من لها 5 عمال هي تبث بدون أي مضايقة، التفهم قدر من الأمور. طيب سنعود إلى هذه النقطة إن شئتي بشأن التفصيل. سينو العدو مقفلنا مثلا أنتان أنتم رابط رئيس دوري اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاص، سأخذ فاصل وأعود إليك. شاهدي قناة مرابطون أينما كنتم، المشهد تواصل وللحديث بقية، فاصل ثم نواصل.
لنا مشاهدينا الكرام اينما كنتم، عدنا والعود احمد ان شاء الله مجددا. نرحب بكم معنا سيده من تامه المرابط، رئيس دوري اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الخاصه، والتي تغلق لساعات ثم تعود نتيجه لعدم دفعها للرسوم المتراكمه لصالح شركه البث. اهلا بك سيدتي مجددا. مرحبا بك سيدي. يعطيك العافيه. يعني الان دعيني اسالك، يعني كيف تقيمون مستوى انتاجكم الماده المنتجه بمقابل الرسوم المفترض دفعها لشركة البث؟ ما فهمت المقارنة. يعني أنتم تقدمون محتوى إنتاج معين. هذا المحتوى ما هي قيمته بالنسبة لك؟ قيمة المادية ولا قيمة؟ قيمته المعنوية لكي تقدمي مبلغا تدفع رسوم لأجل الإبقاء عليه والاستمرار. لا شفت هناك إنتاج قيمي فعلا يستحق أن تبذل جهدا لتدفع الرسوم وتواصلي أمال. أنا ما أدفع الرسوم القيمة تاعك الإنتاج به اللي لين تسولني عن هذا على مستواكم يعني. لا لين تسولني عن قيمة الإنتاج، لين نتكلم لك عن مستواه عموما ولين الحق مستوى نحن كبعد كتلفزيون دافا نحن متحتانيين فيه. لا بشكل عام انا لا 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 نقول لك لا 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 هي لا هي لا اريد تفصيل في المواد. لا نقول لك اخوي شفت انا لو كان الامر يعود لي انا تعود هاي التجربه ما زالت كامله بث ارضي اصلا والله ما فات لحقه الطور ولا فات المنتج المحلي الحق من لا نضج ياكي قد يعود يندرع للقمر الصناعي. هذا رايي الشخصي ما سناقشكم. شفت أنا قلت لك قبيلة لأن التجربة وعدلت ما عدل أساسها. شوف هون ما فيه إلا ما ندر لبروفيسيونيل لا التقنيين ولا كصحفيين ولا كإعلاميين، يعني محترفين الإعلاميين محترفي الإعلام ما مخارجين به اللي أكاديميا ما هون أي شيء فتخرج منهم دفعات ولا هم خارجين واحدين قطم شاو أدلو دراسات مرقب ينعدوا الأصباع عيد واحدة الله يدين خالقين شي من الناس اللي هم من نفسهم تحداوا ظروف كاملة ودخلوا في الميدان ويتفاضلوا. فيهم واحدين عندهم موهبة ما هي معتادة بها الزين وفيهم واحدين وصلوا المستويات أصلا راقية. يحتاج إلى موهبة حتى لو أراد تخصصا يحتاج الموهبة ويحتاج الإرادة ويحتاج الكامل. فيهم أنا بالعكس أنا ظاهر لي علن بغياب ذيك الأسس الطبيعية اللي هي اللي تدير الناس لمستوى معين ظاهر لي الناس اللي تشتغل في الميدان علنها كلها برهن لأنه لو كان قاع جبارة ذيك الظروف نعودوا حتى لا نسب كثيرا في هذا. إذا بالمحصلة الإنتاج لا ينقصوا الإنتاج لا نرجعوا الإنتاج الإنتاج يعني لا يرقى بالنسبة لك لا يرقى لمستوى أن تدفع هذه الرسوم وتواصل. لا شفت أنا ما ندفع الرسوم مقابل الإنتاج ليس مقابل الإنتاج. لا نكبرك مثال دافع نحن على في مراحل إنتاجنا كاملة عقب طبعا الرخصة التالية بالنسبة لكنا نشتغلوا له على إطار في إطار آخر إيه عدلنا لهن عودوا 3 إلى 4 مساطر برامج رقنا لنا نقدموا فيهم شيء للمشاهد وكلهم إلى أن الحقوا فترة معينة نقرر أنا لأن يوقفهم بيلي أنا لين عود وهذا لين اقتنى من الفرصة ياك نوضح شو من الأمور للمشاهدين. أنا لين عود أنا لين نخرص برنامج في قناتي ولا يزيد ما نرضى عليه ولو ب 25% احتراما للمشاهد اختيرنا قبل. جيد هذا واضح من باب احرى ياك تحط صريح احنا اصلا سلطه رابعه لا نقول لك على النوارك مثلا هذا يعني الضمير لا نقول لك على مثلا عدلنا فترات انقطاع تام ذوق فترات الانقطاع ما قفلنا الشاش احنا حالا ما نشتغلوا على مسطره لا نقدموها نهايه السنه ياك تولي بدايه السنه ماشي يا غير انه كم من الشهر ضركات اياها خاطي الاحداث المهمه كي الانتخابات والله كي هوايه اللي ما حضرنا لها نعودوا والله القمه والله الشيء اللي ما حضرنا لها نعودوا خلينا ما ادينا واجبنا معدلين البلاي ليست ماشي فيها شيء من الماده الثقافيه وفيها شيء من الماده الفنيه لكن ياك تعود نعرف نداو جواب لسؤالك وقت احنا نخلصوا والله يسالف هنا اللي يستحق هاي التضحيه
يستحقها بعد. طيب هذا ما اسمع عنه. حصلت الان على جوال. يستحقها حتى. حصلت الان على جوال. طيب ان شاء الله من هون عامين ثلاثة واربعة. من هون عامين ثلاثة واربعة نقعد معك انت هون على المشهد ونعود انا وانت والمشاهدين راضيين 100% على اداء القنوات الموريتانية الخاصة. طيب ما علاقة. نعود ماديا مولي. مرتاح. يخلصوا ويزيدوا لي. ما علاقة اجراء طبيعي جدا اتخذته شركة بث ضدكم بمستويات الحرية الإعلامية المكتسبة، كيف يؤثر على هذا؟ البعض يرى أن هذا في تأثير على مستوى الحريات، أنت كيف ترين هذا؟ هي الأمور مترابطة كاملة من ناحية ومن ناحية أخرى، كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيتي. شركة البث تقعد وتقول أنا حرية التعبير وحرية الصحافة ماني معنية به، أنا عندي مادة تخلص عليها مدة وعندي شيء من عمان خلصها، عندي خدمة أقدمها وعندي واحدين مرتبطة حتى بالدخل. هي قاع المرة الماضية اللي طلبناها على انها الشهر 6 لان مشاتنا لافي الاول على انها لا تقطع البث، وطلبناها ان هذاك الاجراء لا تخليه، اللي فتصلنا احنا وهي عليها على ان تختار تجبر من المؤسسات، قالت هي اي بادرة تحس النية اي جست اي شيء تعرف هي بعد على انها الناس اللي معاها على انهم حاسين به ويختاروا يعدلوا عليها يختاروا يعدلوا عن افار. وانتم لا تملكون حسن النيه على ما احنا مشكلتنا ما حسن النيه، احنا لو قرضنا كاع نتخطاوها بشيء يقير نحن فعلا عندنا نواجه شيء من الصعوبات اللي الين تفهم الناس على ان لا صمود فيه ولا بعض انك اراده انك ما زلت تعود موجود انجاز ما هو بدل انجازات. طيب يعني هو أي حال مستوى الحرية لن يتأثر بهذا الإجراء؟ مستوى الحرية شفت القطاع السمعي البصري، قطاع جاب إرادة سياسية، قطاع جاب إرادة سياسية. إحنا كنا موريتان والتلفزة كان اللي نقولها كان ما اللي نقدر نقوله لك بين اللي نحن هم أول قناة بثت حرة موريتاني ولين طلبنا يك الساعة لذن بيها قالوا لنا أعلن قاع ما يصح لا تخمام فيه ده واضح له. أذكر تلك الفترة جيدة. إذا إلين خلقت إلين مفتاح الفضاء، مفتاح بإرادة سياسية بفتح الباب على مصراعي للإعلام والصحافة والحرية التعبير. ما أنا اللي مذكرين على أن فهم ضغوطات، ما أنا مذكرين على أن فهم شيء من ذا في ذاك الاتجاه. هذا راجين على أنه يستمر وراجين على أنه يتطور وراجين على أنه يتأصل. طيب. إلين يخسر يوقف في الطريق فعلا لا هي تعود ضربة متينة انتكاسة ولا رجوع إلى الوراء. غير السؤال مع ذاك السؤال اليوم من ترى كان إلين نحن هذا الصبح مثلا نلحقوا باب مسدود مع شركة البث هذا بسط مثال وتقول هلا مستحقاتها والله لا يسم أنا الأمور لا سميهم بسامي أنت لا أحد لا يتجبر معها طريق والله فرض عليك تخلصوا ما عندك باش تخلصوا سلفيت قدوا واحدين اخرين يطرحوا لهم نفس الرخص بنفس المسابقة وعدوا عندهم الامكانيات والله عندهم رؤية اخرى والله تدبير اشبه من احنا معناها ما اللي اعلن ما هو مرتبط اساسا لا بدافا ولا بمتانة المرابط ولا بمرابطون ولا بالوطنية هناك من يريد ان يفتح ولديه الامكانيات يعني اذا عجزتم انتم القناة حاليا قد تستبدلون بغيركم لديه الامكانيات المهم ان الحريه الاعلاميه تتواصل. ما ابرز المشاكل التي تواجه القنوات الخاصه السمعيه البصريه الان؟ ما هي ابرز المشاكل التي تعاني منها فعلا؟ بالنسبه لي انا لا ثالث لهم وخالقه واحده اخرى قاع مفروغ منها. شفت هي التكلفة الحقيقية الوحيدة اللي برضى على أي قناة تخلصها وإلا تعود ما هي موجودة هي تكلفة البث. أعتذر. إلى عاد أرضي، إلى عاد فضائي، ذاك اختيار. يا غير بعد قناتي لما تبث ما هي قناة. معناها على أن لابد من تجبر آلية تقد القنوات بها تعود تقد. إذا التمويل. تتحمل ذيك القضية. بث أساسا. الإنتاج. إنتاج ضخم ما هو شرط وكثرة العمال ما هي شرط ذاك اللي يعدلوا 20 رقاج يعدلوهم 5 رواقيش يعني تعودوا يعرفوا شغلتهم ونازل البركة وإنتاج بسيط اللي يعني يعود فيه المعنى ويعود زين ويعود إخراجه زين ويعود مضمونه زين أخير من إنتاج ضخم نزقرت فيه الفضل ياسر وقد قاع ما يؤدي المطلوب. هذه الأولى. الثانية إمكانيات البشرية
مصادر البشرية. مصادر البشرية هون هي 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 أكبر المشاكل اللي عند العقبات اللي عند القطاع. ثانيا السوق، السوق لابد يالتنا احنا كاتحاد يالتنا نبدأ ندرس طريقة ونقدر نخلق بها السوق والطريقة اللي نتعامل معها بها. طيب إشكالية التمويل والسياسة مطروحة أيضا، نحن سنناقش ما يجول في الشارع، في خواطر الناس، في خواطر المحللين المتابعين، يعني كل شخص يقرأ الموضوع من ناحية، سنطرح هذا كله عليكم، وأنت الرئيس طبعا الآن لاتحاد إذاعة التلفزيونات الخاص، يعني إشكالية التمويل والسياسة هذه يطرح البعض كعائق في فاعلية القنوات أصلا، أنتم كيف ترون هذه الصورة؟ تمويل والسياسة تقول هلر، يعني البعض يرى أن القنوات التي تقوم فيها جهات سياسية تمولها أو لا تمولها أو تساعدها أو وجدت أصلا بخلفيات بهذا الشكل، هذا سيؤثر ويكون عائق حتى في مسارها، حتى في استعطاف النظام، حتى في استعطاف جهات، يجعل لأنها صنفت نفسها أصلا وفتحت على أساسات معينة. هذه اتهامات موجودة في الشارع، تحليلات صحيحة غير صحيحة غير مهمة، كيف المهمة الفكرة كيف تؤثر في 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 مسار هذه القنوات؟ ما هو اللي بدانا شتو التمويل، تمويل تجاري بعد يلا يعود دراسة حد يعرف ذاك اللي داير من 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 الاستثمار في مشروع معين ويدرس السوق ويخلي هامش المتغيرات وعاقب هو وشطارته قالوا الناس. أيوة. هذا من ناحية، هذا هو اللي موضوعي. الخدمة الإعلامية خدمة أخرى به اللي إحنا العين حد لنا نقدم عدو مؤسسات خصوصية تجارية رخصة لنا رخصة تجارية يقين نقدم خدمة عمومية. هيك الخدمة العمومية نحن ملزمين بها أخلاقيا يقير ملزمين بها هم اللي مقدم دفتر التزامات. نحن نقدم الأخبار وهي هي عرش تقدر تعدلوا مؤسسة عادة تعدلوا مؤسسة صحفية. مؤسسة إعلامية نحن فرض علينا من نعتو التعدد نعودوا مرآة للتعددية الموريتانية، نحن لابد من نعودوا مرآة للثقافة الموريتانية، لابد من نعودوا لابد من هي الصحافة يجب عليها أن تكون أمير كل مواطن. لا 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 بعد قاع كقنوات معناها هذا هو اللي يمشوا فيه المصاريف وخدمة عمومية كاملة، خدمة عمومية معناها هذيك الخدمة العمومية ملي لابد من يعود مطروح لها بلد، لا بد من تخلق فيها معونة غير شتيك المعونة. أنا شخصيا من هون سنقاشكم مؤملي أنا بالنسبة للمعونة ما هي يعطيني حد أعطاني شي وتوف ومشي معاون، أنا المعونة عندي حد يفكر معي، المعونة عندي حد يدعمني بفتح آفاق نقد نعتمد على نفسي فيهم ونقد اللي واحلى فيه نجبر له نتيجة وتجبر له الناس. يعني علمني نتيجة. كيف أصطاد أرباب العمل والعمالة، هذا السؤال سيكون أخير إن شاء الله. هذه تطرح سؤالات تساؤلات عديدة علاقة بين أرباب العمل ولا هذه، هل يمكن لأرباب العمل أن يستغلوا يستفيدوا من الدولة بشكل أو بآخر انطلاقا من تصور، كيف يمكن أن يستفيدوا من هذه العلاقة انطلاقا من تصوركم لهذه العلاقة التي يجب أن تكون بين عمال المؤسسات الإعلامية وأرباب العمل؟ هؤلاء العمال محمل شهادات، هم جزئية مساعدة في البطالة، كيف يمكنك أن تستغلوا هذا؟ طبعا طبعا شفت حنك خصوصا إذا كان عمال المؤسسات الخاصة البصرية غير راضين تماما عن شفت الدولة الدولة واجبها على أنها على أنها أي استثمار يسبه هو شنو أنها تعدل من الحالة باش يعود يجبر أرضية صالحة يقد ينجح فيها، والدولة واجبها على أي فرصة تقد تخلق إياك ينفتح فيها سوق عمل والله يشتغل فيها حد تمتص جزء من البطالة يسوى هو شنو لأنها تشجعها وعندها آليات وعندها سيز انستيتيشن اللي حصلت مع تشجيعات في هذا السياق اللي واخذين. أنا متفقدة في بدايتنا هيك الساعة قط تصلوا لي مكتب تشغيل مكتب شغل وكالة وحالي لأنهم هيك الساعة اقترحوا علينا مسلتين، واحدة على أنهم يمولون دي فورماسيون دونك وكالة تشغيل الشباب اقترحوا علينا أنهم يمولون دي فورماسيون واقترحوا علينا على أنهم ذوك الناس اللي لا يعدوا لي فورماسيون عندنا منهم قبلنا عنهم يساعدونا فيه. أنا شخصيا ما قبلت ذاك بي اللي عندي رؤية أخرى هي اللي نختار اشتغل عليها. طيب هل فيه بال الحوارات أو لقاءات شخصية بين بينكم أنتم كاتحاد
والجهات الرسمية من أجل حل مشاكل؟ جهات رسمية ما قد قفلت، ما قد قفلت عنا باب. احنا الى 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 مرحلة الإغلاق كنا باتصال بالسيد مدير شركة البث، وسابق ذاك كنا عندنا اتصالات قلت لك من عند مختلف الوزراء اللي خاضوا على القطاع، للسيد رئيس السلطة العليا للسمعيات البصرية والصحافة، مع الوزير الاول يا غير. بعد الانقطاع احنا ما زلنا اخترنا قلنا قررنا علينا الى عندنا لهين نجوهم لا عندنا مقترحات واضحه ونهائيه. ما زلنا نحن داخليا ندرسوهم ولا فتنوفي. اذا نتمنى التوفيق ان شاء الله لكل ان شاء الله مكون هذا الاتحاد. السيده من تامر الرابط لاهين اغتنم هاي الفرصه ونكرر اعتذارنا باسم الاتحاد وباسم زملائي وباسم مختلف المحطات اللي ينقفل دارك بثها مرحليا. مكررين اعتذارنا للمشاهد، هذه المرحله ما كنا نبغون نلحقوها، ونعرفونها على حساب المشاهد من نفسه، وراجين على انه يتفهم. طيب السيده من تامر الرابط رئيس الدوري الاتحادي على التلفزيونات الخاصه، شكرا جزيلا لك، شكرا لسعاده صدرك، يعطيك العافيه. مرحبا بك وسهلا، مرحبا بك، وانا محيتك انت وشاكرتك. مشاهدي قناه مرابطون اينما كنتم، بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج المشهد، نتمنى ان تكونوا قد استفدتم منها. اذا نلتقي مجددا، السلام عليكم.